أنجو ريحان الممثلة اللبنانية والناشطة الحقوقية والمنحازة الشهيرة. أهلا وسهلا فيك. بتقولي أنجو ريحان أنا اضطريت أتزوج زواج ديني علما أنه أنا أؤمن بالزواج المدني لأسباب شو ليه ما تزوجت؟ قدرت أسافر لأنه مثل ما معروف يعني صار أنه إذا واحد بده يتزوج مدني بده يكون بده يتزوج خارج الأرض اللبنانية بده يتشحطط بده يتشحطط. وأنا كنت حاجة وكنا رايحين على فرنسا نتزوج مدني اثنيناتنا من زيت الطايفة، بس أنا بدي مرجعيتي تكون قانون مدني يحميني مش قانون تابع لطايفة معينة. بس اللي صار أنه صار في حرب تموز تنذكر وما تنعاد، ب 17 أنا كنت مسافرة، ب 12 انضرب المطار، بلشت الحرب وما كنا عارفين لوين رايحين، واضطريت اني اعمل ورقه كرمال لانه بدنا نسكن مع بعض انا وزوجي، فاضطريت اني اروح على المحكمه الجعفريه واتزوج ديني هناك. مرتاحه بالزواج الديني؟ ليكي هلا انا اكيد منقي شخص منفتح، واكيد مش رح يرجع لانه القوانين المرجعيه الشرعيه ما بتحميني، بالعكس بتكبلني، عنده كثير اشياء ما بتساويني. في يتزوج علي مثلا، قادر انه يتزوج علي، قادر انه يقشطني ابني إذا عمره فوق السنتين سنة، وبنتي إذا عمرها 7 سنين. بالزواج المدني ما بيقدر يتزوج؟ أكيد لا، أكيد لا. يعني الزواج المدني ينظر لنا كشخصين مش كامرأة ورجل، اثنيناتنا متساويين بالحقوق والواجبات وكل شيء مناصفي، وخاصة الحضانة. ليه أنا كمواطنة بهذا البلد فإذا ليه ما بيكون صعوبة عندي حقي إن أنا أتزوج مدني؟ نعم. وحقي أرجع أخذ البركة الدينية، ليه بده ينمنع عني هذا الحق؟ أنا بأحترم جدا جميع الأديان وأخذ من كل الأديان الخير منها، وبعامل كل العالم حسب كيف انا، بس يمكن عنصريه تجاه العالم اللي بتزت زباله فقط، انه هو شو ما كانت طايفته يصطفل. بس ليه انا بده ينلغى عندي هيدا الحق؟ نعم. ليه ما بيكون عندي مرجعيه دوله تحميني وقانون موحد للاقوال الشخصيه؟ سؤال برسم يعني السلطه الدينيه والسلطه السياسيه والاحزاب. بس انا عندي سؤال، حضرتها مسلمه ما هي؟ مش ضروري تعرف شيخنا. لا احذري، مش ضروري تعرف. انا سؤال يا جماعه، لهلا صرت سامع بقانون كفى، وهلا نفس العباره مباركه دينيه. شو معناتها مباركه دينيه؟ شو معنى؟ نحن المسلمين ما عندنا مباركه دينيه. شو عندكم؟ ما في شيء اسمه نبارك دينيا، يعني هذه الخلفيه الثقافيه عندك، حتى لو كنت بالهويه يمكن شيعيه ممكن، ولكن يعني ما في مسلم بيقول انا بدي اخذ مباركه دينيه من رجل دين. شو نحن عم نمارك يا اما يعني يمكن الكلمه مش المصطلح ما عجبك، بس النوايا المباركه الدينيه. ما في مباركه دينيه، الله هو الذي يبارك، ما حدا بيمثل الله على الارض. بركه رب العالمين يعني ما بيبارك الله زواج مخالف للشيء. شيخ نحن المصطلح قانون كفى، سوري شوي، بس قانون كفى استخدم هالمصطلح كمان. سماحه القاضي هيدا الانصهار الوطني، وانا بقدر اي انصهار، هذا لا ديني، هذا سمك لبن تمر هندي بسموه بالعربي. قربنا على بعض، خليط اديان، اي خليط اديان عظيم، هذا بتطلعوا برات كل الاديان. الحمد لله هيدا الانصهار الوطني. اعوذ بالله حبيبتي، وانا على بهنيكي انه ماشي على هيدا الدرب. يعني بين الاخت شيعيه يعني ما بتعرف شيء بالثقافه الدينيه الشيعيه حتى. لا شو كان مصطلح بس استخدم رجل الدين بده يحط ايده عليها وباركك. قضيه القاضي، انت حضرتك عم تحكم الله منه وحبه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مجرد اتباع مجرد ما تكون شيعيه مباركه هيك برايها، وانت كمان لا هي اخذت المباركه، اخذت من القران، اخذت المباركه. قال لها القرآن شو؟ ايه وهي هيك حضرة القاضي، القرآن بيزوجها عقد. ما بدي عقد. ما بدي انا ادخل بنقاشات دينيه، انا بعتبر الدين امر خاص جدا. لا الدين مو امر خاص، امر شخصي. الايمان امر خاص، الدين ليس امر خاص، الدين سلوك. ما بدي افوت بهذا السجال. الدين سلوك. حضرة القاضي، انا يعني انت عم تخلطوا يا جماعه بين ثقافتين. كمان رجال الدين بيخلطوا بين الدين والطائفه. بس دقيقه شوي، انا ما بدي افوت بهذا السجال، نحن انا جايه بس عم بحكي. انا بالنسبه لي بس خليني كفيها. اسمع لفضيلة القاضي، اسمع لها لانجو لو سمحت. لو سمحت يعني لو سمحت. أنا اسمع يعني أنا خليها تعبر عن رأيها. أنا ببحث مستمر بكل حياتي، شو جايين نعمل هلا بهذه الحياة. هلا أنا في عندي حل حياتي لإلك. بدي تفضلي. شكرا. أنا ببحثي
وشو جاي اعمل بهيدي الحياه ونظرتي للاخر والانسانيه مش عم اشتغل مش طالبه شكرا بعتذر لا ما عم تساعدي انا بساعدك شكرا شكرا بهالدقيقه هلا الموضوع بغير محل يمكن بقدر اسمع لك اكيد انا منفتحه للكل بس بدي الاخر غير موضوع انا اتقبل كل العالم بكل دياناتهم بي 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 بحتى اذا بحال اشخاص مش عنك عن اشخاص يمكن متطرفين دينيا للاخر احترم كل العالم بس بدي العالم تحترمني انا كمان بس على الدقيقه انا لما بدي انجبر اني انا ما يكون عندي زواج مدني هذا جزء من حريتي انا حره انا وجدت الله خلقنا احرار انا بمحل معين لما هذا القانون عم يظلمني ليه بدك تمنع عني هيدا الحق القانون ليه ليه بدك تمنعني لا الزواج المدني ما بدي امنعك انت مع الزواج المدني لا اكيد بس مع اني انا الزواج المدني قصدي زواج المدني عم تسألك سؤال واضح جوا اقرار قانون زواج مدني للاشخاص اللي بدهم اختياري انا مع قانون اقرار قانون زواج مدني للذين لا ينتمون الى 18 طائفه يعني بدهم يفتحوا طائفه على حسابهم هو عم بيسمع اسمها طائفه الحق العام يكون حق العام طائفه الحق العام هلا اذكرناها طيب بس هلا لا هي اسمها بالقانون 60 لامراه اسمها 18 طائفه لا لا اسمها التابعين للقانون الحق العام قانون الحق العام ليش لكن ليش لكن لهلا وزراء الداخليه حضرتكم بالمحكمه الشرعيه السنيه عم تضغطوا عليهم حتى هن ما يمضوا ما عم نضغط ابدا مش بس انتم مش بس انتم كل رجال الدين فضيلة القاضي نعم. يعني عم توقفوا لنا على المصطلحات وبركة دينية في أحلى من كلمة البركة أعوذ بالله هذا كلام مصطلح مسيحي مش مسلم ما في مصطلح مسيحي ما حدا بيبارك الله يبارك أنا أبارك في مصطلح إنساني نحن عندنا المسلمين ما حدا بيمثل الله على الأرض يبارك لا رجل دين ولا مفتي ولا قاضي الله هو أنا أعترض أنا أعترض على أن الوقوف عند المصطلحات الرسل اللي إجوا بيمثلوا بهالدنيا بهالدنيا الآن ما في الرسل اللي إجوا بيمثلوا على الأرض ولا لا انقطعت النبوة بوفاة سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في أشخاص إجوا بعد النبي ما في لك هي في إجوا مع النبي وبر ولا انتهى خلص هلا ما في حدا لك هي أنا هي عم تحكي عن الآخر أخذت البركة من الآخر من مين صرنا من رب العالمين من رب العالمين اللي هو يعني كل إنسان هو وعلاقته مع ربه حر فيه أو خاصة جدا بدي اروح عند الاعلاميه بتول عبد الله اهلا وسهلا فيك انت بترفضي تتزوجي مدني مع انه بتحترمي اذا شخص اخر تزوج مدني بتعتبريه مرتد او خارج عن الدين اللي بيتزوج او عم يرتكب معصيه لما يختار الانسان انه يتزوج مدني هلا انا شخصيا كبتول ولدت بضمن عائله من طائفه مسلم يعني ضمن يعني الاسلام بيئه معينه محافظه عندي مبادئ معتقدات قناعات ما بقدر اتزوج كبتول الا زواج ديني ولكن عندي ملاحظات كمان على الزواج الديني عندنا نحن ضمن المحكمه الجعفريه يعني انا من هون من عندك رابعه بطالب بتعديل قوانين المحاكم الجعفريه لدى الطائفه الشيعيه خاصة موضوع رفع سن الحضانة يلي هي عم تكون الكارثة الكبرى عبواب المحاكم يعني كلنا هون يمكن إذا منلف القصة أنه ليه ما بدنا نتزوج يعني بعض اللي بيقولوا بدنا نروح للزواج المدني ليحفظوا حقوقهم طب صح. أنت ليه ما ليه بترفضي الزواج المدني بتول نعرف نحن المشاكل بقوانين الأحوال الشخصية عند الطائف عند المذهب الشيعي وعند المذهب السني طرحناهم كذا مرة طرحناهم كذا مرة حجم عليك دغري استفز مهضوم فضيلة القاضي يعني تستفز بس بطريقة كتير حضارية وهيدا شيء كتير حلو على كل حال نعم حبيت بس يعطينا الدور حبيتي يعني يلا هلا المحامية الكنسية حبت يعني حبت كلام طبعا فضيلة القاضي بتول ليه بترفضي الزواج المدني طالما عنا نحن ملاحظات انا في هون اقول انه علي انا ما بقدر طبقه للزواج المدني بس ما برفض الفكره ليه؟ ليه كفكره زواج مدني اختياري انا مع الحريه المطلقه للناس يعني؟ طبعا التزام الديني ما بيسمح لانه بالنسبه لي انه زواج الشرعي امام الله هو انه انا اكتب كتابه يكون في زواج ديني ما بتزبط معي واحترم طبعا ولكن هذه الحريه ولكن انا ممكن 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 ما بتعرف اذا نحن ما تم تعديل قوانين عنا بالزواج الديني ممكن انا اروح اتزوج زواج ديني اكتب يعني اكتب كتابي مشروط ضمن شروط معينه خاصه موضوع حق ايقاع الطلاق بنفسي الاولاد انه بحال صار طلاق يكونوا عم يربوا معي ولكن كل الحق للزوج انه يشوف الاولاد لانه مستحيل اقبل فكره احرم اولادي مني او من بيهم وبلس انه
طول ما انت مزوجني ما تتزوج علي، بدك تتزوج علي خلينا ننهي الزواج. بس هل في عندك شرط بيحميك من انه يتزوج عليك؟ بالقران الكريم موجود يعني تعدد الزوجات. نعم شرعا فيها تحط هيدا الشرط؟ فيها حط ايه حطه، لانه خلص انه انا بحالك تتزوج علي. انا طلعت من هل ممكن تتزوجي من غير دينك اذا حبيتي رجل مسيحي فرضا؟ شو بتعملي بهيك حاله؟ من غير ديني مسيحي اذا قدرت اذا كنت كثير اذا اولها اذا قدرت اذا قدرت نستوعب الكل ما تجاوب عنا اعطينا اعطينا دورنا جواب فضيلة الشيخ بكلمة واحدة ما استوعبت ليه ولو بالنهاية الآراء عندي نسمع بتول اذا حبيتي رجل من غير ديانة شو بتعملي بتول؟ صراحة انا بحمي حالي من الاساس اني فوت بعلاقة مع رجل قادرة تتحكمي بمشاعرك؟ يعني بهيدا الوعي اللي وصلت له بهيدا العمر بهيك اكيد قادرة من الاساس. انا جدا منفتحة ما حدا يفهمني غلط، عندي اصدقاء يعني اعز الناس على قلبي ومن الطوائف كلها المسيحية ولا دروز ولا شو ما كان. بالنسبة لي أنا ما بسأل، أنا بهمني المعاملة والأخلاق.